أستاذ، عندك أغنية بعنوان يلي مشيته من كلماتك وألحانك ومن غناء الفنان صلاح البحر. ليش الأغنية نزلت بكلمات وألحان ضياء الدين؟ وشكراً. سؤال واضح ها؟ ايه شنو السبب؟ تصحيح، الكلمات ما كانت ضياء الدين، كانت كلمات كاظم دلال، الحان ضياء الدين. ها نزلت. ايه بس هي الحانك؟ هي الحاني، كلمات والحاني. عمري ما تعاملت كشاعر مع ملحن، ولا تعاملت كملحن مع شاعر. اها طبعا خبر حصري لك، ولو احنا اصلا هي الحصريه كلها اليوم انت جاي شاعر اليوم كلها. اي اي ما تعاملت مع ملحنين حضرتك اطلاقا، ولا تعاملت مع شعراء. تعاملت في سنه من السنين الي يعني شغلي الي يعني مع الشاعر المبدع عدنان هادي. عدنان في مرحله التسعينات، تحياتنا له، انطاني نصين وسبحان الله سبحان الله الالبوم ما صار. فقط نصين؟ انه نصين اللي هو النص طبعا بعدين بسبب انه لان تفركش الموضوع سمعت باصوات مطربين اللي هو كل الناس جتني وانت ما جيت، وانت اول بشر توصلني ظنيت، وجودك كان لي اعز مني علي، بغيابك اهلي يم بغربة حسيت. هذا كلمات شاعر عدنان، عدنان. فلحنته وكملته وما سبحان الله. فعمري ما تعاملت كشاعر مع ملحن، ولا تعاملت كملحن، العفو، تعاملت كملحن مع شاعر. مع شاعر. طيب ليش الاسم ما انذكر؟ الاسم طبعا مو بصلاح البحر، تحياتنا له ابو بحر. يا ريت والله توضح لي هذا الموضوع استاذ كاظم. كل اغاني اللي تعاملت بها مع الفنانين هي من كلماتي والحاني، واغلب الالحان كانت من توزيعي ايضا، لكن ينزل اسم الموزع احتراما له كونه هو عازف كيبورد واسم. يعني حتى الموزع حضرتك انطيه موسيقى، اي انطيه الموسيقى واقول له وزعها، يعني ملبلب اعطي شغل حلو. لكن تفاجئت انا بقطر، وكانت مرحله سوريا، المطربين بسوريا. نعم صح. فاقلب بالتلفزيون بقطر بالشقه، فتفاجئت الاغنيه اللي مشيته اخراج جمال بغدادي، ما اعرف ما اتذكر. نعم. صلاح البحر وبنات قاعد يعني فرقه راقصه يمه، ذكر انتظرت التايتل طلع كلمات كاظم دلال الحان ضياء الدين. طيب هنا متفق وياك اطلاقا. فمن خبر صلاح قلت له صلاح ليش؟ قال والله العظيم انا منطيهم الاسم، هم كتبوا الحان ضياء، لان صورت اكثر من اغنيه للقناه، والاغاني اللي صورتن اغلب من الحان ضياء. انا هنا ما اشكل على صلاح، اشكل على ضياء الدين، تحياتنا إلى المفروض ما يقبل. ليش؟ المفروض ما يقبل، ما يقبل صح. يعني اليوم مثلا لحن مال كاظم دلل ممكن يسيء له صح، وممكن ايضا لحن كاظم دلل اوكي يقول لك يحسب الي، لكن الحان اخرى تنسب لضياء الدين او غير ملحن السيء. ضياء حسين الله يرحمه، ضياء ايضا نزلت الاغنيه من كلماتي والحاني، لكن ايش مكتوب؟ كلمات علي العتابي الف رحمه ونور على روحه، والحان ضياء الدين ايضا خابرته نفس العذر وقال لي كذي كذي. يعني اكثر من نص انه عندك. صلاح البحر نزلت له من فتره قريبه اغنيه هضيمه، مسجله واستوديوهات وكذا وكامل، كمانات واستديو كامل. حلو. ايش كاتب اللحن؟ في الكلور، الكلمات واللحن في الكلور، زين هي كلمات والحان. خابرته قلت له صلاح شنو الموضوع؟ قال انا سمعتها بالليل الفنانين. شو اسم الاغنية؟ هضيمة. هضيمة. اي سمعت الفنانين يغنون بها الشباب عبالي ما يعرف انه لك. اي بعدين انطاني اجوري، لكن هي الموضوع مو بالاجور، اسم الموضوع اليوم اسم الاسم. ذاك اليوم على سبيل المثال انا بعد اي استرسل والله يا رب، ذاك اليوم اغنية تهدى يا حلو تهدى خدك يوم سد، هاي سوى ضجة بالعراق صح، هاي من كلماتي والحاني وتوزيعي، نفذت كموسيقى للمرحوم نشوان طلال، وسجلت في استوديو المرحوم علي صالح. هسه خاف الجمهور ومعلق التعليقات يقول لك كلهم موتى، ماكو شهود. لا شهود، الفنانات لحد الان نجود وسمر تحياتنا لهم على قيد الحياه موجودين، الموسيقيين اللي اشتغلوها موجودين، يعني كموسيقى لا ما ممكن. لا مو ممكن استاذ كاظم اليوم مثل اسم حضرتك تروح مثلا تقول شيء مو من حقك. مستحيل مستحيل. تفاجأت انه احد الشعراء ما اريد اذكر اسمه بس هو يعرف نفسه يقول هاي الاغنيه كلماتي والحاني، زين انسان ميت خل اموت وفرهدني.
مدعي بها. اي زين هسه انا ميت غير عدل. انت تريد من هسه تقول هاي الكلمات والحاني وهي انا كاتبها والحاني. طيب استاذ كاظم مذكوره كلماتك من خلال برنامج توارد طبعا مذكوره بال موجوده بالاغنيه وبالتصوير طبعا اخراج باسم فاهم. نعم شلون يدعي بها؟ يدعي يقول مسروقه، هو يقول مسروقه مني. زين هذا من خلال برنامج توارد وقناه سمره الفضائيه، هاي كاميرتي غير. عمو روح راجع دكتور امراض نفسيه حتى جوارينك ترتاح، خبات العقبه تقول هذا واحد من الجهال ابني من الجوارين ويبتلون بيك. انت مو صاحي مريض؟ والله مريض يعني غير اموت حتى يقول هاي لي؟ صدق ولا لا؟ لك طولة العمر ان شاء الله. الله يسلمك. لك طولة العمر. وها وهسه منزلتها بنيه الاغنيه تهدى يا حلو تهدى، منزلتها مصورتها موجوده على يوتيوب. بنيه ايش مكتوب؟ الكلمات واللحن فلكلور. حرامات. ما ادري والله حرامات والله. أيوه. يعني راح اغير اسمه اسميه فلكلور. شو نسوي؟ شو كل الحان وكلمات فلكلور؟ والله اليوم اريد هاي الامور اللي خافي عن الجمهور اليوم استاذ كاظم، اتمنى انه يعني تفصح عنها وخلينا نعرف تاريخك بصراحه. الله يسلمك. لك اغاني هواي منشوره.